دخلوا لا شومبو باش ما تسمعش تحت. دونك كنت كنقرا خدمت كنت مغارسي ما كراتش نجلس نرتاح وما فريمون ما فكرت في شي حاجه. وهذا هو لانكونفينيون الوحيد اللي كاين ملي كتكون خدام راسك وعندك دي سايد بروجيكت, يعني كتخدم اونتربرونور عندك مشاريع ديالك. ما كراش تكون زعما فريمون وقت مريح حتى انا راني كنبروفيتي من لابيسين دابا ولا البحر ولا نمشي نتسارى, ويعني ضروري ما تخصني نقابل شغلي بيدي لان انا ما قابلتش انت ما يمكنش الامور تمشي وتزيد القدام سينو غادي يوقعوا مشاكل. دونك غادي نحاولوا في هاد الفيديو هادي اون ميم طون نساليكم نقول لكم بلاصه فين انا نعطيكم دي بون بلان نوريكم نكتشفوا معنا هاد البلاد هادي. اللي مشينا لها غادي نهضروا على المزايا والجوانب السلبيه ديال تكون خدام لراسك وديال تكون صالاري في شركه ولا موظف عند شي واحد. صافي خليكم معايا افون ما نساليكم نمشي نكمل الخدمه فيت فيغ نزيد واحد نص ساعه ولا ساعه ماكسيموم ونمشيو نتسارى ونجلسوا في شي بلاصه ونذكروا مزيان على داك لو سوجي داك الموضوع اللي قلت لكم. اوكي هاد لافونتاج اللي عندي هنايا هو تنخدم وعندي هاد الفيو واعره بزاف وغير فريمون انت كتشوف هذيك الزرقيه كترتاح كتبدل عليك شويه داك السيد البيرو لا شومبر ديالك فين كتخدم اولا الشركه اولا هذا فريمون منظر مبارك كوموند. غادي تسمعوني ولا لا باسكو زيد التليفون فواحد البوشيطه غادي نحطكم تاهو معايا يلا. الله واحد الحوايج ما ضربش يا سلام دابا حتى غادي نتحدث معاكم شويه بشويه ونتذكروا على الموضوع ديالنا. الوغ الفيديو ديال اليوم علاش جات اصلا والسفر ديال هذا العام هذا اولا السفر اللي جاني هذه المره لان ثلاث سنين هذه ما سافرتش بقيت عاطيها غير الخدمه ماشي ما سافرتش ما خديتش دي فاكونس ديال الراحه. كان خاصني نبدل الجو خاصني نسافر عشي راه حتى جيت لهنايا وكنت كنشوف الناس هكا فرحانين خارجين البحر كيتسالاو وكيتعرف جاتني شي شكل كنقول يا هاد العالم مازال فيه هادشي تيرمون كنت كنسد على راسي حتى ملي كنشوف بنادم مسافر ولا داك كندوز مثلا لي ستوري ديالو ولا الكونت ديالو غير باش من كيفاش من ديكونسونطراش نبقى مكونسونطري على داكشي اللي انا دايرو الهدف ديالي ومن ما يجيش شي واحد يلهيني ولا هدف فهمتيني. جاتني في شكل فريمون جاتني في شكل والبارح ملي الله وصلت فريمون فرحت حسيت بواحد السعاده لان بدلت لو كادر بدلت الجو تجربه جديده عاوتاني وتنفكر شويه لراسي لان ما كنتش كنديها في راسي كنت كنديها في الخدمه وان سيغتان مومون صافي طلع لي هادشي في الراس ماشي طلع لي في الراس مي غير فوالا كان خاصني نحبس باش نزيد فهمتيني خاصني نحبس باش نزيد مايمكنش نبقى غادي من لو ميم نيفو راه بحال شاد شي سبرينت شادو بزاف ديال الوقت بحال اللي غيحبس لك السفل خاصك ترتاح باش تعاود تقدر تكمل. انا ديك مازال ما ارتحيت باش نقدر نكمل مي الحمد لله جابت انا وجيبه دابا وقلنا نتهلاو في راسنا شويه ونديرو شي فوايج اللي يستاهل. مي ملي جيت البارح لقيت راسي ما مرتاحش 100% كنضرب واحد 70-80% كتلقى واحد 20% ديال الخدمه ضروري خصك تخدمها لان ملي كتكون خدام لراسك كيف ما قلنا في الاول الفيديو ما يمكنلكش تحبس كلشي مرات كتكون مريح هكا مريح مرتاح ولكن كنفكر شي لعبه خاصني نديرها ولا ما درتهاش ما كاينش اللي غادي يديرها ضروري انا نتحرك خصك ضروري تشيكي تشوف واش كاين شي اورجونس اللي سوي فيه مع عليك اليوم اللي خدام خدام معاهم ما يمكنلكش تجي وتخليهم باسكو راه عوانين عليك الا خليتيهم راه ما غاديش يعاودوا يخدموا معاك من بعد. سي جوست كيسيون دورغانيزاسيون ممكن دير كلشي ممكن تستمتع ممكن تخدم ممكن دير اي حاجه بغيتي في النهار الا كنتي بيان اورغانيزي. عطاك انا مثال صباح فقت مشيت فطرت جيت ابخي خدمت واحد الساعه ونص ملي هضرت معاكم في الاول وموراها مشيت دوزت النهار كامل في لابيسين دابا جيت كنهضر معاكم ونعاود غادي نخرج يعني شوف شحال حاجه درتها في نهار واحد وعاد مزال غادي بزاف ديال الحوايج دابا هاد العشيه يلاه غادي تبدا. اوكي دونك سي جوست كيسيون دورغانيزاسيون بزاف الناس تيقول لك راه يلاه دير حاجه واحده في النهار مي نو خاصك مولف دير بزاف ديال لي طاش في نهار واحد انت اورغانيزي انت كتعرف دير تو دو ليست ديالك هادشي غادي يجيك ساهل. اوكي قبل ما تبقاش عارف حتى راسك خدمتي في الصباح ولا في هذا غير دابا حاليا درت لي طاش ليليا مابقيتش مسوق غدا غنبدا نفس الحاجه اللي غادي نحاول نقص كيف ما قلت لكم في الصباح غادي نحاول نقص ديك لانتونسيتي ديال الخدمه ديالي
دونك كثر بلوس من لو بليزير يعني من الخروج ديالي ماشي اللي غادي يفرحني انا شخصيا فهمتيني ماشي ما عندوش علاقه بلو كوتي بروفيسيونيل مي بلوس بلو كوتي بيرسونيل كوتي شخصي صوف زعما الا كان عندك شي جيرون شي واحد اللي غادي هو غيجيري لك غتيق فيه مي حتى حنا ملي كنكونوا غادي في البدو ما تيكونش عندك الامكانيات دير شي واحد غادي يجيري لك غتخلصو بشي ديك لاجيرونس يلا تقدر مثلا تمشي لشي واحد اللي غاسيستيك غيدير لك سوبور غيدير لك بزاف الحوايج باش يجيري لك اصلا ما تيقش فهمتي دونك ضروري كتبقى انت مجيري عن بعد بزاف ديال الاسباب اللي تيخليوك انت تتحكم في كلشي انا من داك النوع اللي ما تيقدرش يديليغي كلشي سورتو لابارتي اللي فيها الماناجمنت اللي خاص تخدم فيها شويه عقلك تفكر كيفاش جيني تجري المشاكل اتسيتيرا ضروري كنبغي نتحكم بها انا لان كنقول بان الديسيزيون كناخذها انا تيبانو لي مزيانين على واحد اخر المهم كل واحد صراحه كيفاش غيبان له هما مي ما كنديريكيش كلشي مازال كنديريكي مثلا الخدمه ديال الديزاين الخدمه ديال المونتاج الخدمه ديال الكولز بزاف ديال الحوايج مثلا فيسبوك ادز وداكشي انا اللي كنديرو ما كنديريكيش انا كنتيق صح الله تنقول جو بريفير انا نديرو حتى خصت فيه الفلوس نكون انا بعدا عارف شنو درت ماشي نعطي لواحد يبقى يضحك عليا ولا هذا انا ما كنتيقش كلشي قريت فين كنطرف شي واحد اللي غتيق فيه ما علينا نرجعو للموضوع ديالنا هو كتبقى خدامين ضروري مثلا هو 5 فرد دابا كنخرج واحد جوج سوايع في النهار تشيكي داكشي نجاوب على لي ميل اللي جاوني لي ميساج اللي غادي يجيوني اكسيتيرا سينو غادي يبقى يتجمع لي داكشي وكدو الكليين مثلا يهربو ليا حيت الكليان جا عندك وقع القناصون انت ما كتجاوبوش تقدر تمشي عند الاخر انت غطيح هاك الكليان وغطيح السمعه ديالك انا كنضرات لي واحد ليام فواحد البيزنس كنمشي ميكس عليه غير قوى عليا كلشي و حتى كتجي و داكشي سبا بروفيسيونيل يعني كنهضر معاك مكتجاوبنيش كتجاوبني بعد شهر دونك سي نورمال كتحاول اول ما تخرج كتقول اللهم تجاوب في 24 او لا تجاوبو في شهر فهمتيني هذا هو لو سول انكونفينيون في الدومين ديال هادشي ديال لي سايد بروجيكت ديال لونتربرونيا اون جينيرال اللي كنتي باغي تخدم داكشي ديال راسك هو ديما غادي تكون مربوط بالخدمة ديالك ما تقدر تخلى عليها واخا تكون مصافي تمشي فين ما مشيتي غير الا وصلتي لواحد النيفو اللي واعر بزاف تيكون فيه فلوس بزاف تدير دي جون اللي غيبقاو يجريو لك كل بروجي ملي كتكون انت مثلا يلاه بادي يلاه كتوقف البروجي على رجليه ما يمكنكش تحط هاد الناس هادو باسكو حتى الفلوس اصلا يلاه كيدخلوا باش تتكافى مع داكشي اللي كدير مي اون فوا تيكون الفلوس دايرين ممكن دير الناس اللي غادي يجيريو ويقابلوا لك المشاريع ديالك وانت كتولي بحال ان غونتي كتدخل فلوس من لي بروجي بلا ما كدير حتى شي جهد بيان سور مي بيان سور هذا غير انكونفينيون وبالنسبه لي هو الانكونفينيون الوحيد الا كان عندكم لي انكونفينيون واحد اخرين قولوا لي في الكومنتير واش نعرفوا نتوما واش متفقين عليهم اولا لا كاينين اوسي دي زافونتاج في هذا لو دومين هذا اللي هو كتكون حر دير شنو ما بغيتي ما بغيتي فين ما بغيتي يعني مثلا ممكن لو بغيت نمشي نخدم في داري في باري ممكن نخدم في باري بغيت نمشي نرجع للمغرب نخدم في المغرب نخدم في المغرب بغيت نجي نخدم هنايا ممكن نخدم هنايا هذا هو لافونتاج يعني ديما شي يكون عندك اوفيس بحال هكا هذا المنظر هذا سي 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 مانيفيك كترتاح تتموتيفيك لا كرياتيفيتي كتطلع لك بزاف د الحوايج اوكي واحد تيخدم قدام هذا المنظر هذا ماشي واحد تيخدم ما بين بعض الحيوط غاديش نكتبوا على بعضياتنا في هادشي هادو سي دي زافونتاج المهم كاين بزاف صراحه مي غير ما غندخلوش فيهم اون ديتاي عاوتاني لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديال واحد موظف ولا خدام سالاري في شي شركه سي كو هو لافونتاج ديالو صراحه الاولاني المهم هو سي كو السالير ديالو فيكس يعني ما خدم ما خدمش تيطلع له السالير ديالو جاب الكليان ما جابش الكليان عندو اللي تي داك الامبلويور ديالو اللي مخدم هو اللي كيتقع كتبش يمشي يجيب له السالير ديالو هو تيدير غير لي طاش اللي فيكساو معاه النهار الاول يعني كتكون موين مو مرتاح هاد الناحيه هادي مي سا ديبون دي الخدامين لان كاين شي خدامين عندك فيهم لي زوبجيكتيف عندك انا تمشي ممكن تقدر مثلا تقطع في الكرا تقدر كاع تسجلوا عليك بزاف ديال الحوايج هادي من جهه تقدر يكون افونتاج و انكونفينيون او ميم طون حاجه اخرى سي كو هو هادشي اللي كنهضروا عليه مثلا ملي كتسافر كتسد كلشي تفعل التليفون برو تفعل البيسي تفعل كلشي وتسافر ما تصوب حتى شي حاجه هذا افونتاج كبير الصراحه شي مرات كنتوحش هاد القضيه هادي و هادي ملي كنقول ما غيساوي والو قدام لي زافونتاج ديالهم اللي كتعطيني انا غير اللي كندير انا كتير يعني كل واحد ولو شوال كي كل واحد اللايف ستايل اللي غادي يختار هذا اللي يعني بانك ما ممكنش تدير الفلوس بالصلابيه ديال البوستين فرقين وكيديروا بهم الناس الفلوس اللي ممكن تصور لي بونوس في العام لي بونوس هادشي شي راه خيال علمي اللي شفت انا ولي الناس اللي كنعرفهم غير ممكن يشدوا فلوس اكثر من الناس اللي عندهم البيزنس اوكي مي هو كتكون حياتك كامله مغوبه للخدمه اوكي ما كدير حتى شي حاجه اون بار كدير غير داكشي وكتبقى بلوكي ساغني مع هذيك الخدمه
ما كتحرك فيها ليفولوشن ما كتكونش كثيره يعني كبيره اللي ما كتبقاش ايفولي في الجسم ديال 300 في العام كيزاد في الصالح الا زادوا على المتعب الاخر في الكوبير ما كانت لا زياده لا حتى شي حاجه كان نقصان كاع وكان اللي كيتجراو عليه بالحق الناس اللي كانوا خدامين في الكوباس ما كاين اللي دخل شي خدمه اخرى اللي ما دخلوش الناس في الايام العاديه اوكي اللي كنت دار دايزا في واحد ديال لوتو غادي يديروها في سطوغام دونك هادو هما اللي نقدر نقول لكم زعما لي زافونتاج لي زانكونفينيون اللي كنشوفهم والاختيار ديالي تيبقى دائما هو تخدم براسك يعني فوميو لو كنقول اللهم نضرب تماره لراسي واخا نضيع الوقت واخا نضيع راسي بزاف ديال الحوايج لان واحد النهار سافا بي واحد النهار هذاك الشيء اللي كندير غادي يرجع عليا بالنفع مي ملي كتضرب تماره عند في الوظيفه ولا عند شي واحد خدام عنده راه كتضرب تماره باش هو انت تغني ماشي باش تغني راسك راه خاصك غير نزعم خاصك غير نزعم هاد القضيه الزعام غادي نشوفها من بعد ان شاء الله لان بديت واحد البروجي جديد وبغيت نهضر لكم عليه ان شاء الله من بعد اللي تبعني في انستغرام راني عارف عرفني علاش كندوي كنت غير مخلوع منه بزاف ملي كنتسجل فيه الحمد لله ما كان لاش نتخلع اللي خاصك تضبط الامور ديالك البيزنس بلان ديالك تعرف شنو غتصرف وشنو غتطيح هذا ما كان حاجه اخرى هذا غلط اللي طحت فيه انا ونتمنى تتعلموا مني نصيحه غنعطيها لكم ما تحاولش تدعى راسك بزاف كيف موقع لي انا راه 3 سنين راه شي حاجه طويله بزاف ما تستمتعش بحياتك ما تستمتعش بالجونيس ديالك سي فري كو il faut faire des sacrifices مي ماشي حتى بهذا المده هذه كاين اللي قادر يقول لك كاين اللي اكثر مني مي كنقول غطي عليك واحد الفرصه كبيره لان في هذه الوقيته اللي حنا مثلا ما بين 20 حتى 30 عام راه ما غاديش تعاودي غادي يجيو من بعد مسؤوليات جداد مشاكل اخرى اللي كبر من هذا الشيء كامل اللي كنعيشوه يعني ما خصناش نضيعوا ماشي نضيعوا مي خصنا نعطيو نركزوا بزاف على حاجه واحده في الحياه بالعكس راه كيف ما قلت لكم راني نسيت بان فريمون الحياه فيها هذا الشيء هذا الناس فرحانين الناس خارجين الناس كيتسالاو في هذه المناظر سبحان الله بزاف الحوايج ربي عطاهم لنا وما بقيتش داينا فيهم بقيت مركز غير على الخدمه وهذا الشيء اثر عليا الصراحه هذا الشيء اثر عليا الصراحه ما بغيتش نخش نضيعوا فيه وليت غير منغلق على راسي مابقاش عندي الناس بزاف كنبغي غير نخدم كنبغيش الصراحه نشوف بنادم تيخدم ولا مازال خدمتش كنبغيش يفوتني كنبغي نمشي لديك داك التنافسيه كاينه فهمتي مي لا ضروري ماشي مرات دير دي بريك ترتاح لان في ديك الراحه فين كيجيوك افكار جداد كتزيد قدام كثرت باغفوا تيقول لك خاص ترجع بخطوه باش تزيد اسرع قدام اوكي تراجع نفسك هادشي اللي بغيتكم تشطحوا فيه يعني ما تبقاش تسمع ديك الخدمه هاك وتشدها كرجه لا خدم وليني مره حبس لا جونيس ديالك ما غاديش تعوض نتمنى تكون الفيديو عجبتكم انا غادي نمشي نبروفيتي شويه بهاد الفيو هذا خاصني نرتاح شويه وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم على المسانده ديالكم لان بكم غنصوروا في هاد القناه ديال اليوتيوب وقربنا ل 100K دونك ما تنساوش لايكيو الفيديو اللي عجبتكم كومونتيو اذا كنتو في تساؤل ولا شي اقتراح اولا ما عجبتكمش هاد الحلقه تاع صحو هذيا ما كاينش مشكل بارطاجيو مع اصحابكم اللي قدو يستافدوا من هاد الفيديو هادي نتوما الفيديو الجاي ان شاء الله تهلاو في راسكم. Your foundation, and I say, hey, yo, just let it go. Your struggle.